لأكثر من 70 عاما تقريبا ظلت ألمانيا متمسكة بمبدئها بعد الحرب العالمية الثانية بألا تمد متحاربين أو متحاربين بسلاح. الآن سيد أولاف شولتز قرر أن يمد أوكرانيا بالسلاح، ما الذي تغير برأيك؟ أعتقد هو لم يكن فقط قرار السيد أولاف شولز، خصوصا ساعدنا نحن في ألمانيا عندما دعمت ألمانيا العراق ضد داعش، ساعدنا بعض الدول، ساعدنا أيضا مصر بإعطائها السلاح، لكن كان لدينا مبدأ سابقا ألا نتدخل في النزاعات، وهو مبدأ أخلاقي بسبب الحروب التي مرت بها ألمانيا والتاريخ الأسود وإلى آخره. لكن الآن مثلما يعلم الجميع هذه نقطة تحول مثلما ذكرتها كبيرة جدا حتى في تاريخ ألمانيا، لم قمنا علنا ونعطي إلى أوكرانيا لأن الغزو والوحشية التي تتعرض لها أوكرانيا هي مخالفة للقانون الدولي، وأيضا هي لحفاظ الوحدة وحفاظ القيم والديمقراطية لدينا هنا في أوروبا، لأن هذا الموضوع لا يمس فقط أوكرانيا وإنما هو يمس وحدة وقيم وأيضا ثقل أوروبا في العالم. هذا هو كان يعني المبدأ بالبداية، وأعتقد أنه الآن إلى الآن يعني هناك يوجد تعثر، يوجد ليس فقط حذر من السيد أولاف شولز، يوجد أيضا تعثر. السيد فريدريش ميرس زعيم حزبنا الذي خلف السيد المستشار أنجيلا ميركل ذكرها تكرارا ومرارا، علينا أن تكون لنا مواقف واضحة مثل ما لدى السيدة أورسولا فون دير لاين مواقف واضحة، يجب أن يكون أيضا للحكومة الألمانية مواقف واضحة بدعم أوكرانيا بالأسلحة. لحد الآن نحن نقول ندعم أوكرانيا بالأسلحة، لكن لحد الآن لا يوجد دعم فعلا صحيح لأوكرانيا بالأسلحة، لأن هناك العديد من المصانع جهزت هذه الأسلحة، منها ماردا ومنها أيضا الدبابات وغيرها، لكن الآن لا توجد أي موافقات بإعطاء هذه الأسلحة لأوكرانيا. وإن تم إعطاء أوكرانيا بهذه الأسلحة فهذه الأسلحة هي عبارة عن أسلحة فقط خالية من العتاد. لا أريد توضيحا يا سيد العمار لو تكرمت، هذا كلام يعني مهم للغاية. ما نعلم أن أولاف شولتز تعهد بأن يمد أوكرانيا بأسلحة وتحديدا مدرعات وصواريخ، ولم يذكر فقط كلمة هجومية. أنت تقول لنا الآن أن هذا السلاح لم يصل بعد أو لن يصل؟ بالتأكيد ماردا، تكلمنا عن الدبابات، تكلمنا أيضا على ماردا، تكلمنا على الكثير من الأسلحة، وهذا الشيء هو جدا واضح، يعني حتى في الإعلام لا يوجد شيء في الخفاء. ذكر السيد فريدريش ميرس قال إلى الآن مصانع التصنيع الموجودة في دوسلدورف وموجودة أيضا في عدة مدن ألمانية جاهزة، وتوجد لديها أيضا هذه التجهيزات التي هي عبارة عن 50 ماردة وإلى يعني أعداد جدا كبيرة، لكن لا تستطيع إرسالها إلى أوكرانيا لأنه لا يوجد أيضا تصريح حكومي بإرسالها إلى هناك. عندما تم طرح هذا السؤال على الكتلة الـSPD الاشتراكية قالوا إنه الأمنية أو ما طلبه الجانب الأوكراني قد تغير، هم الآن لا يريدون دبابات ولا يريدون هذه الأشياء، يريدون مضادات للطائرات، لكن إلى الآن لم يتم تزويد أوكرانيا بهذه الأسلحة.